صحيح، يمكن اللاعب الأبرز كان في الشوط الأول رودري، والشوط الثاني طبعا فيراتي اللي كان صاحب الهدف. وأيضا احنا هنا نشاهد الهدف هذا اللي هدف تكلمت عنه، هذا هدف متدربين عليه بالتدريبات، وهذا هدف تقدر تقول ان تحيي عليه المدرب انه اختار هذه الكره الثابته وطريقه لعب هذه الكره الثابته. وايضا هذه اللقطه اللي نتكلم عنها اي، وايضا على اتقان اللاعبين في هذا الهدف. ايضا هني يمكن كان في تاخر في مواجهه فيراتي، واتقان من فيراتي، خبره كبيره من فيراتي انه يختار الزاويه الصحيحه الزاويه الصعبه ويسجل في هذا الهدف بكل هدوء. لاعب عنده خبره كبيره، لاعب عالمي، لاعب من اميز اللاعبين لحد الان، هو قادر يلعب اتوقع في الكره الاوروبيه. ولكن بالعوده لهدف القادسيه، تحيه لاعبين القادسيه انهم اتقنوا تسجيل هذا الهدف. جميل، خلونا ننتقل بشكل سريع مشاهدينا الكرام الى المباراه الاخرى في هذه الليله، وهي مباراه الاتفاق السعودي والرفاع البحريني، مباراه بلا شك مهمه للفريقين. اليوم جيرارد خارج الملعب عادل. عموما مشاهدينا الكرام، نتمنى التوفيق للفريقين، نتمنى لكم الاستمتاع بهذه المواجهه الثانيه بالمجموعه الثانيه والجوله الاولى من دوري ابطال الخليج العربي. ننتقل مباشره الى ملعب اللقاء مع الزميل العزيز حامد كميل. تفضل حامد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي، نساتي، سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا حامد كميل يحييكم أجمل تحية، يسعدني أن أكون معكم. والمباراة الثانية في مساء هذا اليوم الأربعاء التي تجمع الأشقاء الاتفاق السعودي والرفاع البحريني في مباراة إن شاء الله تكون ممتعة مثيرة دائما للجميع، وبمستويات عالية في أداء عالي بإذن الله تعالى. مباراة الحقيقة مهمة جدا مع بدايتها، مشتعلة الاتفاق على أرضه بين جمهوره الحقيقة يبحث عن شيء. وهنا الطاقم العماني الذي يدير هذه المباراة اليوم، نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. عمر اليعقوبي ومساعده ناصر سعيدي وحمود الشعيبي والرابع خالد الشخصي. مراقب المباراة الإماراتي محمد خميس راشد، ومقيم الحكام جاسم الهيل. الفي آر هناك أحمد درويش وسالم العير. ننتظر طبعا صافرة بداية المباراة، و نقول يعني القادسية هارد لك بخسارة نقطة تعادل أمام العربي القطري، أمام فريق كبير هناك في دولة قطر. النادي الكويت أيضا سفيرنا اليوم يعني الشوط الأول خسر بهدفين مقابل لا شيء من شباب أهلي دبي. نتمنى التوفيق إن شاء الله في الشوط الثاني لنادي الكويت، ونتمنى إن شاء الله التوفيق للنادي العربي أيضا في مشاركته القادمة بإذن الله تعالى. حكم المباراة
العماني عمر اليعقوبي ينتظر صافرة البداية. نقول بسم الله وعلى بركة الله بعد أخذ الإشارة من مراقب مباراة الإماراتي محمد خميس راشد. وتنطلق المباراة بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نشوف مباراة حلوة خليجية خليجية بالتأكيد اليوم اللي تجمع الأشقاء في ملعب نادي الاتفاق. في ملعب نادي الاتفاق هذا الملعب ايضا اللي يعتمد بالتاكيد عليه في مبارياته، في ادائه، في اموره دائما اللي تكون في الدوري السعودي، والدوري السعودي المعروف عنه بالتاكيد قوه واثاره ونديه. نروح لتشكيله الاتفاق اليوم احبتي متابعينا دائما عبر الرياضيه الكويتيه، والشكر دائما لدكتور عبد الله الانصاري والضيوف الاعزاء في تحليل وافي وكافي ان شاء الله للمباريات هذه البطوله. الاتفاق في حراسه المرمى السلوفاكي ماريك روداك، وهناك جاك ويليام هنري، كارلوس لويس، جورينو وينالدوم، عبد الله هادي رديف، وعبد الباسط هندي، مد الله العليان، راضي العتيبي، سيسوكو فوفانا، اللاعب العاجل الخطير، وعبد الاله المالكي. هي التشكيله اللي بيلعب فيها مثل ما انت عارف الاتفاق. هذه محاوله للاتفاق، رجع كره ورا، دخول داخل منطقه 18، التسديد لكنها برا 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 برا. اول جس نبض، اول جس نبض الاتفاق، يرسل كره قويه لكنها برا الملعب الى ضربه مرمى. لضربه مرمى، نعم، شوف عالية عالية، هو حاول يصيد الزاوية البعيدة، حاول يصيد الزاوية البعيدة لأن الكرة طلعت وين عالية وبعيدة خارج الملعب. تشكيلة الرفاع البحريني، في حراسة المرمى أحمد مدنية، أحمد نبيل، جان فيلاسكو، حسين علي، عباس العصفور، علي حرم، وفينيسيوس سانتوس، ونكتريلو موريرا، وحمد الشمسان، سامي فريو فريو، ومحمد يحيى الملاقب بالحلاق. هذه كرة ملعوبة لكنها وين؟ خارج الملعب. لا، رمية تماس، رمية تماس، رمية تماس تكون تكلم عن في بطولة الدوري أبطال الخليج للأندية. هذه البطولة المهمة جدا، هذه البطولة اللي أصبحت يعني عالية بكل شيء، حتى بالمكافآت المالية بتقيير جديد، بعودة وحلة جديدة لأبنائنا في الخليج وأنديتنا. يعني تتكلم عن المركز الأول في 3 ملايين دولار، والثاني 1 مليون دولار، وهناك جوائز أخرى. شكرا للاتحاد على هذه، الاتحاد الخليج كأس الخليج طبعا اللي دور كبير أهمية لهذه البطولة، تنافس دائما كأنها نقول في البطولات الأسيوية والأوروبية والأفريقية. كرة اللعب على الطرف الأيمن، جان ناك حسين علي بيحاول المرور، الرفاع الان، كره معاه لكن سهله، مقطوعه واغرب الى المالكي، لاعب الوسط مالكي مهم جدا الحقيقه، لعب له كره في النص ملعوبه. بدايه المباراه نتكلم عن اول 4 دقائق من المباراه. دفاع بحريني، اموره يعني امام فريق كبير، امام فريق كبير حقيقه، نعم، في أدائه وقوته ثارته دائما. رفاع البحريني، العربي القطري الغاتسية الكويتي، 1-1 انتهت، والكويت مع شباب أهلي دبي، الشوط الأول 2-0 لشباب أهلي دبي. هذه كرة في النص تعود مرة ثانية في خط الدفاع، تلعب بشكل أقرب لويليام هنري، جاك ويليام هذا اسكتلندي على فكرة في نادي الاتفاق. ملعوبة حلوة، الرفاع بينقل كرة، هذه وين؟ محاولة سامي فيو،
سامي يحاول دائما، هو اللي يعني شايفه بيتقدم، خط الهجوم واضح. لعب فليوي، رمية التماس للاتفاق الآن. شوف الجمهور ما شاء الله، جماهير حقيقة مع البطولة، بطولة يشكر عليها رئيس اتحاد كأس الخليج العربي سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في التطور والعودة من جديد، وأعطى أهمية كبيرة للأمانة لهذه البطولة حاليا، ومثل ما قلنا فيها مكافآت مالية كبيرة جدا كبيرة جدا. فات خطأ وصافرة للدولي العماني عمر اليعقوبي، اتمنى له التوفيق. حتى الآن التعادل السلبي 0-0. الراية والتسلل، الراية والتسلل، تعادل السلبي، الاتفاق السعودي، رفاع البحريني. شكرا لمراقبنا فهد البراك، المراقب الخليجي العربي الأسيوي دائما. أوه يعطينا طبعا في الكرة، يقول له لحظة خلينا نشوف. نشكرهم طبعا على تعاونهم معنا كالقناة الرياضية، وشكرا لمراقب مباراة الإماراتي محمد خميس راشد. شوف اللقطة هنا، شوف اللقطة، شوف اللقطة، يعني هل فيها دفع أم لا؟ حكم مباراة ينتظر، يقول له خلنا نشوف شوي، خلنا نشوف شوي وانتظر. لا والله ركنية، نعم ركنية، ما فيها شيء، ركنية، قرار سليم من عمر اليعقوبي، الركنية لعبت. وأخيرا بيد حارس المرمى أحمد مدني، أحمد مدني أيضا خصصوا في اتحاد كأس الخليج العربي مساهمة مالية للأندية المشاركة وغيرها من الجوائز التحفيزية حسب لائحتهم. بالتأكيد خصصوا يعني مبلغ 300,000 دولار للأندية المشاركة في البطولة، وبالإضافة إلى مكافأة التأهل إلى نصف النهائي بمنح المشارك مبلغ 100,000 دولار. يعني أشياء جميلة بنظام نتكلم عن الأندية الأسيوية أو الأوروبية أو الأفريقية على نظام الشيء اللي الحوافز، نعم للاعب مهمة جدا، حوافز مهمة جدا. هذه كرة ملعوبة يحاول فيها، لكن وين تعود لحارس المرمى البحريني أحمد مدنية، يهدي اللعب، يعني يلعب خارج الأرض ويحاول أنه يكون متواجدا في تفكيره وذهنه لحظة لعب الكرة، لأن لما يلعبها لابد أن يلعبها صح، يا على اليمين يا على اليسار، لأن كحارس مرمى، كحارس مرمى. ذكر أيضا في اللائحة تطبيقها بدوري أبطال الخليج للأندية يسجلون 10 لاعبين أجانب في كل مباراة، على أن يشارك 6 لاعبين داخل أرضية الملعب و4 لاعبين على دكة الاحتياط. إذن حاول جس نبض في البداية، كان ويحاول طبعا يأخر شوية باللعب. بالتأكيد أنا أتكلم عن الرفاع البحريني حتى يأخذ ثقته، وأيضا يكون هو المتقدم للأمام في الوقت يعني نقول أول 10 ربع ساعة هذه المحاولة. لكن تطلع هذه كرة اللاعب فينيسيوس سانتوس، رمية التماس فيلاسكو، دافع أيسر حاول يلعب له كرة، وهذه أقرب 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 يطلعها أب، لأنها بتروح ركنية ولذلك هو أبعد. صح تصرف سليم جدا، تصرف سليم، يعني كان ممكن تروح الكرة. يا سلام يا سلام، شوف 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 جمالية الجمهور الاتفاق واللبس اللي لابسينه، على يعني أنا تتكلم عن كأنه هو يعني داخل أرضية الملعب بنظام زملاء، بنظام زملاء كرة لعبت. يلا هنا الرفاع بيحاول مثل ما هجم الاتفاق الآن الرفاع، لكن قطعت تدخل فيها صافرة، نعم حكم مباراة الدولي العماني عمر اليعقوبي، والاعتذار موجود، الاعتذار موجود من العيان
نعم كلمه يقول له تعال، يقول له تعال ويعطيه طبعا احمد الشمسان يكلمه كقائد الفريق، ونعم من حقه قائد الفريق هو اللي يكلمه بالتاكيد، وهذا نظام يعني يمشي عليه الجميع، يمشي عليه الجميع. نعم خطأ للرفاع البحريني، هذا الخطأ والإعادة مرة أخرى، والإعادة مرة أخرى نعم على اللاعب مد الله العليان، وهذه كرة داخل منطقة الـ18 لكنها وين؟ ركنية، ركنية هي الأولى، نقول نتكلم عن ركنية تأتي مع أول 11 دقيقة، أول 11 دقيقة تقريبا، أول 8 دقائق كانت أول ركنية للاتفاق، الآن الركنية للرفاع. شوف هذه لما رفعها واللمس، اللمس صفرة ركنية، وين بتلعب؟ وين بتكون؟ وين يقدمها لمن؟ يقدمها لمن؟ الرفاع بحريني والركنية لعبت، يبعدها يبعدها لويس، أبعد كرة الآن الانطلاقة ممكن تكون للمالكي، ترجع في الدفاع يعني عبد الباسط هندي على اليسار، وهناك أيضا على اليمين تواجد للآخر المدافع مد الله العليان، مد الله العليان مر، نعم مرور حلو، لكن أيضا فيها صافرة، فيها خطأ لراضي العتيبي، راضي العتيبي شوف الخطأ، نعم واضح خطأ واضح أيضا على اللاعب فينيسيوس سانتوس، وهنا صافرة وخطأ، شوية الأخطاء اكثرت يعني، شوية الأخطاء اكثرت طبعا، الكل الآن يبحث عن الهدوء ويبحث إنه بيوصل بأقصر الطرق، وهذا الخطأ والصافرة، حكم غريب جدا، حكم العماني غريب جدا، غريب للكرة وأيضا بالخطأ في منتصف ملعب، نتكلم عن الرفاع البحريني. دوري أبطال الخليج للأندية يعود بعد قيمة طويلة، يعني من 2016 إلى 2023 كان متوقفا، ويعود بحلته الجديدة. خطأ عبد الله المالكي يتركها، العوبة داخل منطقة 18 لكنها وين؟ بعيدة خارج الملعب إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. كارلوس لويس المقابل أيضا جاك ويليام هيرلي الاسكتلندي برازيلي، وهناك اسلوب فاكي اسكتلندي والعاجي الموجود في الهجوم، عاجي اللي هو موجود في الهجوم، تبغى الكرة مع الاتفاق أكثر منها في يعني للرفاع البحريني في المباراة الرابعة. الرفاع بحريني بيحاول على جهة اليمين يعني نقلات أقل شوية، مريرة البينية ويتركها خارج الملعب إلى ضربة مرمى، نعم إلى ضربة مرمى، هذا سامي ضربة مرمى، اسمع اسمع شيلات الاتفاق السعودي، حق الجمهور أيضا نعطيهم حقهم بالشيلات الجميلة، وأنديتنا الخليجية يعني شيء حلو، شيء حلو الحقيقة وجميل.
تدرب هيثم جدل، يحاول انه سكر في هذا الشوت تماما او انه يعني حصل له على واحدة من الكرات المرتدة. قد تكون نحن فيها صفارة، نعم فيها خطأ، صافرة والخطأ، صافرة والخطأ. خطأ للاتفاق السعودي. كرة أمامية لكنها أيضا سريعة خارج الملعب، خارج الملعب. والسيد ستيفن جيرارد ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يعني على أرضه وبين جمهوره ومدربا للاتفاق السعودي. في المقابل كما تكلمنا عن هيثم جدل اللي البحريني اللي يعني عنده طموح هو الآخر بفريقه. ستيفن جيرارد ذلك اللاعب الجميل والمدرب الآن، يعني لاعب ومدرب، يعني تجد عنده يعني الفكر في كرة القدم. نعم تأكيد أنت تلعب كرة قدم، بعدين لما تخلص خلاص تكبر شوية أو لظروف ما للإصابة الابتعاد تعود للتدريب، معناها أنت يعني متواجدا مع كرة القدم بالتأكيد. هنا ملعوبة ويليام لسكوتلندي، تمريرة في النص سريعة الآن، صافرة لمسة يد. العب على الصافرة، العب على الصافرة، لمسة يد، لمسة يد. صحيح أن في مشاركة، نعم نعم لكن جورجينيو وينالدوم يعني أخذ الكرة كأنه هو اللي صفر للخطأ. لا، عندك حكم مباراة موجود، وهذه المحاولة أقرب لماريك روماك أسلوفاك. ماريك أسلوفاكي في حراسة مرمى الاتفاق. حتى الآن الأمور 0-0. عنده 27 سنة دولي طبعا حارس مرمى الاتفاق ماريك روماك في وسط الملعب. الاتفاق الآن بمحاولة المرور، وينالدوم حلوة من قبل الجهة وسط الملعب، تمريرة على الطرف الآخر، يرجع لأنه سكر عليه، سكر عليه أحمد نبيل، رجعها وراء. الاتفاق ضاغط مستحوذ، نعم سيسوكو فوفانا، هذه وين 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 يا العاجي لعبها استعجل سيكو فوفانا، فوفانا بينما هذا وينالدوم، وينالدوم أحمد مدنية بيلعب كرة طويلة مدنية حارس مرمى الرفاع البحريني، تبقى في وسط الملعب للاتفاق، يقول لا العب ما فيها شيء حكم مباراة، لعبة سريعة الآن. أخرها خلاص، أخرها أخرها وتسديدة يعني يعدل فيها شوية على نفسه، لكنه أخرها وكرة برا إلى ضربة مرمى. شوف روح رياضية عبد الله المالكي، يقوم يقول له قوم قوم. هذا محمد يحيى لاعب الوسط أيضا، إلى رمية التماس. شوف هذه التسديدة وهو لاف بعد ما تأخر شوية في اللعبة، نعم بعد ما تأخر في اللعبة. هيثم جدل مدرب الرفاع البحريني طبعا يوجه تأكيد.
ترجع مرتدة لكن أيضا مقطوعة في وسط الملعب الآن. اتفاق الاتفاق يحاول يوصل متى، لكن واضح أنه أيضا في تسكير تماما في الدفاع، وعودة اللاعب الوسط يساعدون دفاع الرفاع البحريني ل يعني ما يعطونهم فرصة، بالتأكيد ما يعطي فرصة. باو سيسيوكو يعني اللي يتواجد في النص دائما ويحاول هذه كرة للاتفاق العرضية مرت ولا زالت في خطورة الدفاع البحريني، وفيها خطأ فيها خطأ هناك لاعب يبدو. سلامات إن شاء الله، نعم لاعب بحريني بالسلامة إن شاء الله. شايف هذه التمريرة، وهنا لما أصيب اللاعب البحريني والخطأ احتسب طبعا احتسب. نعم جواو سيسوكو حاول في الكرة الماضية في النص، قام من مكانه الآن ستيفن جيرارد والتفكير. نعم ثلاث نقاط مهمة جدا مع المشوار، أول مباراة مباريات بالذهاب والإياب حتى النهائي ذهاب وإياب، وهذه كرة ممكن عرضية لكن طالت طالت والكرة خارج الملعب إلى ضربة مرمى. ضربة مرمى هذا راضي العتيبي قطة تغطية سليمة جدا قطة في الكرة الماضية ثبتها ماريك روماك سلوفاكي وعنده 27 سنة ما هو كبير، دائما حراس المرمى أعمارهم تكون كبيرة مش مشكلة لأنه هو في مرمى يعني لياقة بدنية تكون معاه خلاص كافي، عكس أن اللاعب في النص والدفاع والهجوم ترقى الحركة أكثر وأكثر. نعم هنا كرة طويلة لكن تبغى للاتفاق في الدفاع في الدفاع. يعني حتى الآن الأمور عادية جدا حتى الآن الأمور عادية جدا ما احنا شايفين ولا كرة أيضا نقول خطرة بمعنى الخطورة، خطرة بمعنى الخطورة أبدا ما شفنا. هذه محاولة لكن أيضا فيها خطأ، عبد الله هادي رديف بيكلم المساعد على ماذا بتكلمه، طبعا خلاص اللعبة انتهت. على الطرف الأيسر اتفاق هناك في لاسكو والكرة برا الملعب إلى رمية تماس. الأمور حتى الآن يعني مثل ما أنت شايف عزيزي المشاهد ومتابعينا عبر الرياضية الكويتية، نرحب فيهم دائما في نقل أحداث مباريات كرة القدم وتحديدا مع دوري أبطال الخليج للأندية بعد غياب طويل وبحلته الجديدة ونظامه الجديد على النظام أيضا نتكلم الآسيوي أو الأوروبي الأفريقي حتى تكون المنافسة كبيرة جدا. محاولة الآن سيكو فوفانا غير على اليسار محاولة المرور مرور تغطية دفاعية صح قطعت للرفاع البحريني فاع يبحث عن أول أهدافه حلوة فيها خطأ وصافرة. نعم من العماني عمر اليعقوبي من العماني عمر اليعقوبي يقول له خلاص ليش ما أعطيته انذار، تكلم عن محمد يحيى الحلاق شوف الشد. نعم واضح من المالكي حكم يمشي اللعب بخطأ
من غير القرار الإداري اللي طالب فيه طبعا اللاعب البحريني محمد يحيى. العربي القطري والقادسية الكويتي 1-1. هوك أمس 2-0 على أهلي صنعاء. نصر الإماراتي 5-2 على ظفار. وهذه كرة خطيرة، الإبعاد يأتي في الوقت المناسب، الدفاع تسديده وين 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 برا برا، حاول يعني نقول يروح لها محمد يحيى لكن هي سريعة. شكرا لهذه الجماهير، شكرا لهذا الدعم لأيضا ناديهم الاتفاق، شيء حلو جميل. كرة لعبت خارج الملعب إلى رمية التماس، خارج الملعب إلى رمية التماس. هذه هي المشاركة السابعة على فكرة لنادي الاتفاق السعودي، حقق اللقب في 83. وخلنا نشوف اللعبة هذه وين المرور، وممكن عرضية مرت والدفاع الرفاع البحريني يشيلها، تبقى عودة للاعب مريرة، يرجع وراء، طالت ورجعت مرة ثانية لدفاع البحريني. فيلاسكو، طويلة من فيلاسكو، حاول فيها أيضا موريرا، والكرة خارج الملعب. طبعا هنا بتغطية جاك ويليام هنري اللي واضح أمامك في الصورة، هذا اسكتلندي في صفوف نادي الاتفاق. مثل ما قلنا كان من أصل 30 مشاركة، يعني شارك الاتفاق في مباريات أبطال دوري الخليج للأندية، مسميات تختلف لكن هو يبقى الدوري الخليجي للأندية الخليجية. كرة خارج الملعب لا، وأيضا حقق لقب الاتفاق وهذا جمهوره الوفي والمخلص عام 88 وحققها في 2006. 2006 هنا الركنية الثانية للرفاع البحريني مع الدقيقة 28، مع الدقيقة 28 ركنية. هل يستفيد؟ هذه هي الركنية الثانية، يعني يوصل. لما تكلم عن ركنية معناها يوصل، الرفاع أيضا قاعد يوصل. وركنية لعبت أبعدت لكنها تبقى، والكرة برا الملعب، رمية تماس للرفاع البحريني، سقوط لفينس يوس سانتوس. جيرارد قوم في المنطقة الفنية الخاصة فيه توجيه لاعبينه. ملعب جميل الحقيقة، تكلم عن يعني ملعب نادي الاتفاق والجمهور الأجمل أيضا في التشجيع وبالزي أيضا الموحد على تيشيرت نفس اللاعبين، يعني شيء حلو يعطيهم ثقة، يعطيهم أيضا شيء أجمل بالتأكيد. رمية التماس، رمية التماس، رفاع البحريني الرأسية، شيل وخلص، نعم يرجع ورا، شايفون سيكو فوفانا، هذا رجع مرة ثانية، هو يلعب في النص لكنه واضح انه يرجع كثير للخلف مساندا للدفاع، مساندا للدفاع، يحاول دخول ايضا. من الأطراف، وهذه كرة للرفاع فيها تهدية، قتل اللعب شوي، هات وخذ، عاملين مثلث لاعبي الرفاع البحريني. أخيرا تعود للدفاع حسين علي، جيان فيلاسكو، وين يا جيان؟ ما لعبها صح. وأيضا هناك جاك هنري، الكرة برا الملعب إلى رمية التماس،
برا الملعب الى رميه تماس. رميه تماس. تكلم ايضا من اراضي العتيبي. اللي هو المدافع الايمن اصبح. يعطي طبعا راحه الدقيقه، ياخذ اللاعب شويه ماي يريح. هنا لقطات عاد هذا موريرا باللقطات الماضيه للمخرج المباراه حتى تنتهي الدقيقه ويعود اللعب من جديد. كنت اتكلم ايضا عن المباراه الماضيه اللي قبل هالمباراه، كانت جمعت العربي القطري والقادسية الكويتي 1-1، وأمس النصر الإماراتي يقصو على ظفار العماني 5-2، والدهوك على أرضهم في العراق يفوزون على أهلي صنعاء اليمني بهدفين مقابل لا شيء. هذه طبعا ردات الفعل للمدربين أيضا سواء هيثم أو جيرارد. الجو والله الجو تعدل الحمد لله، بدأ يعني جونا هنا في الكويت تكلم شيء طيب وحلو، ولكن هذه نظام يعني انت في الدقيقة 30 والدقيقة 75 دائما يعطي حسب اللوائح الفيفا والاتحاد الاسيوي والاتحاد العربي يعطي اللاعب ياخذ راحته شوي، ممكن تكون في رطوبة اذا ما كان الجو حار في رطوبة، يعني حتى يكون اللاعب مهيئ انه بيلعب اكثر ويعطي اكثر. رمية تماس للمدافع الايمن راضي العتيبي. نعم راضي العتيبي يلعب كرة باتجاه جواو سيسكو، لكن تغيير اللعب على جهة اليسار. الاتفاق في هجمة، اتفاق يبحث عن اول اهدافه، لكن حتى الان الامور ماشية تعادل سلبي 0-0. وسيكو فوفانا وين بتلعب؟ طاعها توصل إلى سانتوس، ترجع مرة ثانية وإبعاد الكرة على طول حتى لا يعطي فرصة للاتفاق إنه يستلم الكرة ويبني هجمة من جديد. بعدها طبعا وصلت لحارس المرمى ملعوب. راضي العتيبي سيسكو سيسكو جواو جواو سيسكو جواو لعب كرة لكن بحريني أيضا في المكان المناسب، وهذه كرة عاد سهلة جدا لجاك ويليام هنري اسكتلندي، ترجع له بنفس المكان. جاك يدي شوف وين يرجع، شايفينه سيكو فوفانا لاعب مجتهد، لاعب مجتهد حقيقي في كل مكان. هذه سريعة على راضي العتيبي، سريعة على راضي العتيبي، في النهاية هي خارج الملعب إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى. تلعب خلي بالك خلي بالك، كان ممكن تنخطف من امامه، لكن على العموم هي ماشيه معاه. والباسط هندي المحاوله هناك، دائما الباسط هو اللي يكون في اليسار لنادي الاتفاق كظهير ايسر. والكره خارج الملعب الى رميه تماس. حكم مباراه ما عطى الاذن، يقول له شلون طلعت، احتج عليه طبعا سامي فريوم السيد هيثم جطل، يسلم ويستلم وينالدوم جورجينيو، يتقدم الان المدافع جاك ويليام هنري. جواو جواو اللي يلعب شماله يوهق المدافع،
وهذه كرة على اليسار حلوة منقولة بشكل حلو من المالكي. المرور العاجي طالت ولا لا؟ طالت ولا لا؟ ركنية. نعم هي الركنية الثانية الآن. الركنية الثانية تأتي في الدقيقة 35. دقيقة 35. هذا العماني عمر اليعقوبي طاقم تحكيم كاملا من سلطنة عمان لمباراة الاتفاق السعودي وشقيق الرفاع البحريني في دوري أبطال الخليج للأندية هذا الموسم بعد غياب طويل من 2016 تعود الحياة من جديد. لعبة الركنية. سلامات 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 أحمد نبيل وعبد الله هادي رديف. عبد الله يقول خلوني أكلمهم. روح خلوني أكلمهم خلوني أكلمهم. نعم محمد الشمسان هو القائد والكابتن طبعا يوجه. أنتوا اثنين إخوان ربع. نعم أحب نشوفكم في كل مكان. يعني حتى أنديتنا شوف هذه اللعبة صراع هناك قبل الكرة ترى ما لعبة الكرة والحكم أيضا لم يعني ممكن بلغوه أو شافه على طول ولذلك راح لهم أتكلم معه. نتكلم عن أنديتنا الكويتية اللي شاركت في دوري أبطال الخليج للأندية عربي كاظمة قادسية السالمية الجهرة الكويت مجموعات النصر أيضا مشاركات كانت حسب لائحة في كل مسابقة لائحة المسابقات في الاتحادات الخليجية. تبقى الأمور على ما هي حتى الدقيقة 37 صفر صفر حتى الآن. ينطلق لها لكن ما يحصلها كارلوس لويس. كارلوس لويس وتكون رمية تماس. رمية التماس للرفاع البحريني. يعني أعتقد الأداء عادي جدا. الأداء عادي جدا. حلوة الله. أول كرة وأنا أتحدث عن الأداء عادي جدا. أول تسديدة في المباراة للرفاع البحريني تنشال في الوقت المناسب وهنا في صافرة وفي خطأ. الصافرة والخطأ لكن شوف الإعادة في البطيل شوفها. الإعادة في هذا علي حرم. يعني أول هجمة نقول منظمة والحارس ماريك روداك كان صاحي وبعدين الدفاع شال دفاع الرفاع. يعني تسجل يعني لعبة خطرة على المرمى انفراد في القائم العارضة الحارس شالها قريبة للقائم ما شفنا من هاللقطات أبدا. الشوط الأول يعني بخيل أعتبره بخيل من اللاعبين على الكرات اللي يعني اللي تكون على المرمى. حاول فيها أيضا راضي العتيبي ترجع مرة ثانية. سانتوس فينيسيوس سانتوس لا زالت. العتيبي في النص سيكو فوفانا العاجي الدولي تمريرة مقطوعة ثقة حلوة التمريرة هذه. يلا بالمرتدة ممكن الرفاع بحريني رفاع رفاع الرفاع يبدأها. الله نعم تحرك الرفاع والدقيقة 39 هي الأخطر أيضا. شوف 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 على طول. يا السلام قوية. سامي حاول فيها ويتألق فيها حارس المرمى الحارس ماريك روداك. الحارس يتألق ويبعد كرة خطيرة للرفاع البحريني عن طريق اللاعب سامي. رمية تماس هذه ثاني كرة. هذه ثاني كرة
للرفاع. حسين علي حاول لعب الكره الماضيه والعرضيه وين؟ واقرب ايضا لحارس المرمى. شال كره حلوه وقت مناسب. اسلوفاكي ماريك روداك وهذه سريعه سريعه فيها خطا للدفاع على كارلوس لويس على كارلوس لويس خطا. الشيء الجميل ايضا انه في دوري ابطال الخليج للانديه تواجد الفي ار تواجد الفي ار وهذا شيء طيب. شايفين ستيفن جيرارد طاقم الفني معاه هنا المحاوله كور دائما فوفانا غير فوفانا ومعاه ايضا جواو انقطعت من جواو مرتده سريعه للرفاع البحريني الرفاع موريرا موريرا مر موريرا موريرا حاول وين يوصل هات وخذ الى سانتوس الله عملوها فعلوها عملوها فعلوها الرفاع في الدقيقة 42 في الدقيقة 42 فينيسيوس سانتوس نعم 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 هدف أول جميل وسريع بمرتدة انقطعت من النص واعتراض هناك أيضا من ستيفن جيرارد لكن صور نعم صور واخذ لقطة جميلة والهدف أجمل الهدف أجمل يا فينيسيوس فينيسيوس هذا طبعا جماهير الرفاع القليلة القليلة حلوة 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 فينيسيوس فينيسيوس يسجل هدف هدف حلو فينيسيوس بهدف اول شوف 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 هنا كانت اللعبه معاه ويا سلام هو لاعب الله 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 تضرب تضرب شماله قويه شماله قويه والقائم الايمن والى داخل المرمى الى داخل المرمى هدف اول لفينيسيوس سانتوس واحد الرفاع نعم كان تتكلم الكره يعني المباراه والاداء عادي جدا وفقيره بالكرات الخطره الان ردوا علينا الرفاع في كرتين والثالثه ثابته مثل ما يقول لك وهدف حلو جميل يسجله فينيسيوس سانتوس للرفاع البحريني في الدقيقه 41 هدف اول وهذه محاوله التعديل نعم 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 محاولة التعديل على طول على طول يسجل يسجل ما عطوهم فر كارلوس لويس برازيلي كارلوس 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 لويس يسجل في الدقيقة 43 هدف التعادل هدف التعادل خلت الاتفاق يصحى ويتعادل خلى الاتفاق يصحى ويتعادل نعم واحد واحد حلوة المباراة ما طولت شوي يعني دقيقتين أو أقل من دقيقتين حتى وسجل أيضا الاتفاق هدف التعادل هدف التعادل يأتي عن طريق كارلوس لويس البرازيلي واحد واحد يعني ما خلوهم يتهنون بفرحة الهدف الأول الرفاع البحريني سجلوه في الدقيقة 41 وفي الدقيقة 43 يتعادل الاتفاق هيأتي هدف التعادل عن طريق اللاعب كارلوس لويس بكرة حلوة أيضا نعم الجمهور يحتاج لمثل هذه الأهداف يحييه ويحيي اللاعب داخل أرضية الملعب ولذلك لما سجلوا البحرين كان هناك ما يأس خلينا نتكلم ما يأس على طول ردوا بأقل من دقيقتين بهدف التعادل راح يعطي الشوط الثاني حلاوة أكثر بعد التعادل الإيجابي واحد 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 واحد
العربي القطري والقادسية الكويتي 1-1. الآن المباراة الثانية دقيقتين وقت بدل ضايع أيضا 1-1. 1-1 بدأها الرفاع البحريني وتعادل الاتفاق السعودي. صاحب الأرض والجمهور، صاحب الأرض والجمهور. نعم عود خلاص 45 خلاص ودقيقتين كوقت بدل ضايع يحتسبهم الدولي العماني عمر اليعقوبي. حلوة ملعوبة حصلها راضي العتيبي، تيبي أقرب إلى جواو. اتفاق يبحث عن هدف ثاني قبل أن ينتهي شوط المباراة الأول، لكن قادر فعلا يسيطر. أيضا هذا فينيسيوس سانتوس انقطعت من أمامه، المالكي مقطوعة، ما في تمريرات كانت يعني صح من الاتفاق، لكن تبغى الرفاع البحريني. يقول لا العب، يقول لا العب، يقول لا فيها يعني ممكن تحايل، ليش انك انت رحت للاعب، ولذلك حكم صاحي في اللعبة الماضية. تبقى للاتفاق تضرب تعود تغطي عليها قبل ما تروح ركنية. نعم لان الركنية اصعب من رمية التماس، لكن والله احيانا في بعض اللاعبين لا والله يعني حتى رمية التماس يوصلها للستة يارد، للستة يارد. على العموم 1-1 مباريات جميعها ذهاب وإياب، تلعب على أرضك وعلى أرض المنافس الآخر. يتقدم على طول راضي العتيبي مع جواو، اتفاق خلاص تقريبا دقيقتين أعطاهم حكم مباراة. أعتقد بعد اللعبة هذه ممكن شنو نهايتها؟ في صافرة، في صافرة، وهنا يعلن حكم المباراة. هو صفر بعدين عطى انه كلمة، مفترض على طول انهى الوقت وانتهى الوقت، لكن اعتقد مع اخذ كلام اخر يعني من زملائه وصفر قبل لا انه يقول نهاية المباراة، ولذلك هو محتاج. على العموم نهاية شوط اول حبايب الاتفاق السعودي الرفاع البحريني بدوري ابطال الخليج للانديه. تقدم الرفاع اولا دقيقه 42 عن طريق اللاعب فينيسيوس، وتعادل كارلوس لويس في الدقيقه 43 اي بعد دقيقتين تقريبا. الصوت والصوره تتجه للدكتور عبد الله الانصاري وضيوفه الاعزاء. شكرا للزميل حامد كميل. اذا مشاهدينا الكرام اجواء جميله هناك باستاد نادي الاتفاق من المملكه العربيه السعوديه الشقيقه. شوط اول مميز بين اصحاب الارض فريق الاتفاق وفريق البحريني، فريق الرفاع البحريني. تقدم فريق الرفاع البحريني او تقدم فريق الرفاع البحريني صحيح بدقيقه 41 بتسديده قويه من فينوس سانتوس. أصحاب الأرض بعد دقيقتين عادلوا النتيجة بهدف من أيضا تسديدة قوية من إيكامبي، هدفين في شوط المباراة الأول وسط صيحات الجماهير. أجواء مميزة هناك باستاد نادي الاتفاق، والحقيقة أندل يدل على عشق هذه الجماهير لفريقها، هذا الفريق اللي لا باع طويل في هذه البطولة. تتكلم عن فريق الاتحاد صاحب أكبر رقم تحقيق لدوري أبطال الخليج بثلاث ألقاب. شوط أول انتهى بهدف لهدف، تقدم فريق الرفاع عادل وعادل النتيجة فريق الاتفاق. رأيك بما رأيته في هذا الشوط؟ شوط فوق المتوسط، كان رتم المباراة بشكل عام سريع، كان في كثير من التحولات، ولكن اليوم هناك أفضلية فردية تقدر تشاهدها وتلاحظها عن طريق عناصر المحترفة لفريق الاتفاق، وأنه كونهم يلعبون بالدوري السعودي دوري أقوى، دوري في منافسات أكبر. ولكن قابل هذا الأمر الصلابة، كابتن علي، الصلابة الدفاعية عند الفريق البحريني فريق الرفاع.
لاحظنا ان الترابط الموجود والقوه البدنيه والشراسه اللي كانت موجوده عند الرفاع سمحت للرفاع انه يستمر لاكبر وقت ممكن من غير لا يدخل عليه هدف. صحيح. فبالتالي راح يتغير المومنتم، يتغير رتم المباراه لصالحه، وراح تطلع المساحات مع مرور الوقت، وهذا ما حدث. كان في فرصه قبل تسجيل الهدف، هدف الاول لفارغاس كان في فرصه محققه قبلها، سد الحارس لاكثر بعد، مو فرصه واحده، اكثر من فرصه. بعدها سجل فريق الرفاع هدف، ولكن سرعان ما قام الاتفاق بالتعادل. ولكن بشكل عام التحيه مميزه لاداء الفريق البحريني. يعني لما شفنا اول نص ساعه علي توقعنا المباراه رايحه بسهوله لفريق الاتفاق، رد الرفاع في اخر ربع ساعه وتحديدا اخر 10 دقائق هدد مرمى اصحاب الارض وقدر انه يتقدم بالنتيجه. ردوا الاتفاق بعد هذا الهدف الى المباراه، ردوا الى الواقع وقدروا انه يعادلون النتيجه. اجواء كانت مميزه في شوط المباراه الاول. صحيح، شوط مميز عبد الله، شوط سريع. اكثر شيء يمكن عجبني في الشوط قدره الاتفاق على تناقل الكره، على التحكم في قاع المباراه. بالتاكيد عبد الاله المالكي من 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 العلامات الفارقه في الشوط الاول على مستوى قرارات عبد الله، ما هي قرارات استلام وتسليم فقط، القدره على تحديد اتجاه الجمله الهجوميه للاتفاق ما بين اطراف الملعب، ما بين التمريره بين الخطوط، كان قادر انه يتحكم في الاهم في وسط الملعب. الايجابيه في الرفاع البحريني، وعادل ذكرها في بدايه الكلام، قدره الفريق على الالتحام. دائما كان في عدوانيه اكبر في محاوله افتكاك الكره في الصراعات الثنائيه. هذه واحده منهم بالضبط، لقطه الهدف من محاولات الرفاع على كسب الكره والتحول السريع، كسب الكره والتحول السريع. اساس التحول يبدي من قدرتك على الافتكاك بمناطق خطره تتيح لك ان تكون انت اقرب لمرمى فريق الاتفاق السعودي. هدف الصراحه كان جميل من بدايته، من القدره على افتكاك الكره في المنطقه العاليه، وبعدها سرعه انهاء هذا الجمله بشكل عام. تسديده الصراحه كانت جدا جميله، اعتقد شوط ممتع للجمهور. يعني ما حدث في الشوط الاول عادل يعني برد الى ما حدث لفريق الاتفاق في دوري روشن في هذا الموسم. بدا الاتفاق الدوري بصوره مميزه، قدر يفوز بثلاث مباريات، بعدها يا له دروب. اليوم في بدايه المباراه ايضا بدا بصوره مميزه، بعدين ايضا نزل بدروب. طبعا نادي الاتفاق يواجه تحديات كبيره في الدوري السعودي، كون الدوري السعودي يملك اكثر من فريق، يملك نجوم كبار ويملك قوه، صعب ان نادي الاتفاق ينافس هؤلاء الفرق. ولكن اليوم المؤشرات غير جيده، خصوصا بالنسبه لستيفن جيرارد. ستيفن جيرارد بدا يتكلم بشكل مبالغ في اكثر من مباراه عن التحكيم. اليوم بعد تسجيل الهدف اللي كلنا شفناه ما في اي خطا من حكم المباراه، ايضا احتج على الهدف. هذا يبين لك بشكل ضمني انه هو مو مرتاح ويبحث عن العذر، يبحث عن القاء اللوم هذا. يمكن المباراه الماضيه في الدوري حصل على طرد في الشوط الاول، فكان متضايق جيرارد، يقول لنا الحكم المباراه اثر على المباراه. ولكن لو نتكلم عن الصلابه او على المنظومه، اذا كانت المنظومه خلال سنتين ماشيه بشكل جيد، راح تشوف ان الاتفاق يتعامل مع هذه الظروف او المتغيرات بشكل افضل. انا بظل بنقطه جيرارد علي، يعني جيرارد كان مدرب للاتفاق بعقد يمتد لسنتين، خلصوا من السنتين سنه وثلاث اشهر، ما ندري هل راح يجدد ولا لا. لكن بذكر لك ارقام جيرارد مع الاتفاق لحد الان، لعب 41 مباراه، فاز ب 15، تعادل ب 13، خسر ب 13، وسجل 50 هدف. بشكل عام شلون تشوف هذه الارقام لستيفن جيرارد مع نادي الاتفاق؟ شوف، اول شيء بالنسبه لجيرارد او اي مدرب بيقود الاتفاق، في فروقات كبيره ما بين الاتفاق وبقيه الانديه، او نتكلم على انديه الصندوق في الدوري السعودي. صحيح. وبعض الفروقات في الدعم المالي الواضحه لاي متابع لكره القدم. اما بالنسبه لجيرارد، خلينا نفرق عبد الله ما بين جيرارد اللي احنا نتكلم عنه كلاعب اسطوره، وعن مدرب في بدايه مسيرته التدريبيه. قدره جيرارد على نقل الفريق من مرحله لمرحله افضل مرتبطه بالخبرات اللي عاشها اللاعب مع المدربين اللي اشرفوا على تدريب جيرارد بمسيرته، زائد وهي النقطه الاهم،
فيجن اللاعب. اليوم اللاعب اللي غالبا يتحول للمسار التدريبي هو اساسا كلاعب يتميز بالرؤيه في الملعب، عنده قدره على فهم بعض التفاصيل في كره القدم، قادر انه ينقلها للمجموعه ولاعبين الاتفاق. بشكل عام اليوم تقييم جيرارد مرتبط ارتباط مباشر عادل بالاهداف اللي كنا نتكلم عنها في المباراه السابقه ما بين مجالس الاداره او المدير الفني في الرؤيه ومدى تحقيق النقاط الايجابيه من هذه الرؤيه، لان خلينا نكون واقعيين لا يمكن اليوم اداره الاتفاق توقع مع جيرارد باهداف غير واقعيه مثل تحقيق الالقاب اللي تنافس معه في فرق شاسع عنها في القدرات الماديه وقدرات ايضا الفرديه. التجربه افضل شخص ممكن يقيم تجربه جيرارد في هذه الفتره الاشخاص اللي اتفقوا مع جيرارد على بنود واضحه ايش كثر قدر جيرارد يحقق منها العلامه وايش كثر فشل فيها. جيرارد لعب 7 مباريات مع الاتفاق في بطوله دوري روشن السعودي، بالمقابل لعب المدرب السوري هيثم حنظل او هيثم جطل مع فريق الرفاع فقط مباراتين، فرق المباريات اعتقد راح ينعكس على الجانب البدني بالنسبه لفريق الرفاع. وبعض الاحيان يكون هذا سلاح ذو حدين، يعني بعض الاحيان يكون ضغط المباريات وعدد المباريات الكبير اللي قاعد يلعبها في الدوري السعودي اثر على اللياقه البدنيه في مواجهه الفرق في خارج او في البطولات الخارجيه، والعكس صحيح قد يكون. وكانك تتكلم بلسان فينالدوم، يعني بالمؤتمر الصحفي فينالدوم ذكر ان لم نحصل على فرصه كافيه ومثاليه للاستعداد للرفاع ولكن علينا التاقلم، وتكلم عن ضغط المباريات. هذا اللي انا اتكلم فيه، انه قد يكون هذا الشيء ضدك وبنفس الوقت ممكن يكون من صالحك اذا كان الفريق اللي قدامك او اللي امامك غير قادر على مجاراتك بسبب الجهوزيه اللي انت تملكها او بسبب تاخرك في بدايه الموسم. نتكلم عن الدوري البحريني، فهي سلاح ذو حدين، قد يكون لاعبي البحرين او لاعبي الرفاع اكثر نشاط، اكثر حيويه، مستعدين مركزين، بالنسبه لهم هذه مباراه الكل ينظر لها. صحيح. فرصه مثل ما قلنا اليوم القادسيه لما لعب مع الفريق القطري هي فرصه للاعبين المحليين واللاعبين المحترفين انه يتم مشاهدتهم عن طريق خلينا نقول الدوريات الاخرى والايجنت، وفرصه لاكتشاف اللاعبين، كذلك اللاعبين البحرين عندهم هذا الطموح وهذا حق مشروع لهم، فبالتالي هي سلاح ذو حدين، قد تكون معك وقد تكون ضدك. برغم هالشيء ما شفنا فوارق اليوم بين الفريقين. صحيح، وصدقني في كره القدم في جزئيه مهمه عبد الله وهي المنصه اللي بتلعب فيها، المنصه لما اتكلم عنها مناسبه البطوله بالنسبه لك كنادي بحريني وبالنسبه لنادي مثل النادي السعودي. النادي السعودي اتكلم على الاتفاق تحديدا يلعب في اكبر منصه مشاهده على مستوى الوطن العربي وهو الدوري السعودي. بالمقابل النادي البحريني مثل هذه المباراه راح تكون منصه اعلى من الدوري البحريني، منصه فيها مشاهده اعلى، فيها فرصه للاعب المحترف واللاعب المواطن البحريني للانتقال من الدوري البحريني لليفل اعلى ومستوى اعلى. هذه تخلق نوع من الحوافز اللي بالنهايه بالتاكيد تنعكس على تفاصيل دقيقه في المباراه. عادل، اليوم الفارق بين لاعب تقدر تقول عنه يقدم الماكسيموم وهو لاعب متواضع الامكانيات وبين لاعب كبير الامكانيات لكن ما يعطيك الماكسيموم هو عدد الامتار اللي يقطعها بالتزامه الدفاعي، عد جديته في الالتحامات الثنائيه. واعتقد في كره القدم كل مدرب يتمنى اللاعب المتواضع امكانياته لكن يعطيك الماكسيموم اكثر من اللاعب المميز لكن ما يعطيه. بالضبط، هو الفرق في مثل هذه المباريات واللي تطلبها من اللاعب. اي نعم، هدف رائع جدا، سواء من اللاعب اللي اخترق من الجهه اليمين او فارغاس، لان فارغاس استلم الكره ودائما من في كثير من الاحيان شوف الاستلام الاول هذا حضر الكره حق التسديد وماخذ القرار، ماخذ القرار من قبلها، بس اللاعب واضح عنده صوره لكن التطبيق وافق الفكره بالمخ، استلم بالمساحه الصحيحه، عدلها على القدم المفضله، شنو يصير بعدها يعتمد على التفاصيل، في ضغط ما في ضغط، لكن اللاعب استلم بشكل جيد وسجل بشكل جيد. هذا الهدف هو اللي حرك الاتفاق عليه. واعتقد هذه المشكله اللي نطيح فيها في اغلب فرقنا العربيه، دائما اكثر وقت حساس لما تسجل هدف او لما تستقبل هدف الدقائق اللي بعد بدايه شوط او بدايه شوط، هذه الاوقات مرتبطه بتركيز اللاعبين.
لما تكون انت مسجل مثل الفريق تكلم على الفريق البحريني في اللقطه اللي قدرت تسجل الدقائق الاولى من ضروري انك انت تحاول توقف المباراه لان في رده فعل راح تكون عليك. الشرود الذهني هو اللي يخلق لنا. لما تشوف الهدف عبد الله كانت فيه جمله بسلاسه تمر، ما كان في مقاومه ولا كان في بلوك في اعلى الملعب. هذه ترجع بشكل مباشر للحاله الذهنيه للاعبين، نشوه الهدف. الشوط الثاني بعد هدف التعادل بالنسبه للاتفاق، منو راح يكون تكون له الافضليه عادل؟ لا، هو من بدايه المباراه الافضليه هي للاتفاق، يعني ممكن الافضليه تحولت بعد تسجيل الهدف للرفاع، لان الان هو لو معدي الدقيقتين ثلاثه هذه اللي قبل تدخل عليهم هدف التعادل كان ممكن يتحكم بنهج المباراه الشوط الثاني شنو يبي يقوم فيه. ولكن لحد الان بعد هدف التعادل الافضليه للفريق الاتفاق، كونه يلعب على ارضه، كونه يملك نجوم اكبر، كونه يملك خبره اكبر. انت ذكرت انه لعب مباريات اكثر، فالطاقه واللياقه البدنيه عنده افضل، اكيد عنده لاعبين جوده اعلى بالدكه اعلى من الفريق الرفاع، ولو ان الفريق الرفاع لحد الان يقدم مباريات كبيره. يعني بما انك تكلمت عن جوده اللاعبين بالنسبه لنادي الاتفاق، بذكر ابرز اللاعبين اللي المحترفين اللي موجودين في نادي الاتفاق. الهولندي فينالدوم للاتفاق قادم من باريس سان جيرمان، سبق ولعب في روما، ليفربول، ايندهوفن، ايضا البرازيلي فيتينهو، سبق ومثل فلامينغو وساسكا موسكو. الفرنسي موسى ديمبلي سجل في هذا الموسم تحديدا في بطوله الدوري 3 اهداف وصنع 2 وسبق ومثل ليون واتلتيكو مدريد. اسماء كبيره كابتن علي لفريق الاتفاق. صحيح، وكره القدم اكيد في لها واقع، القدرات الفرديه ترجح، لكن هذا الترجيح يكون على الورق. الترجيح الاهم جديتك في الملعب وقدرتك على احترام المنافس وتنفيذ اكيد اوامر الجهاز الفني. لما ناخذ الشوط الاول بميزان تنفيذ افكار المدرب، اعتقد وان كان يعني الرفاع اقل سيطره على المباراه، لكن كان في التزام كبير على مستوى الحاله الدفاعيه على الاقل. الاتفاق اذا في اشاده مرتبطه بقدره الفريق على تناقل الكره. شفنا فريق وان كان يلعب بعض الخيارات اللي هي ما هي بالتشكيل الاساسي، لكن عنده قدره انه هو يوصل للثلث الاخير بتدرج سليم. يمكن نقص الاتفاق، واعتقد ممكن ديمبلي اذا شارك في الشوط الثاني يعطيك الفرق الناقص في الفريق اللي شفناه في الشوط الاول. نهايه هذه الجمل تترجم بلمسه اخيره كواليتي اعلى. ممكن من وجهه نظرك عادل تشوف تغييرات في بدايه هذا الشوط، ولا المدربين تعتقد مرتاحين من اداء لاعبيهم في شوط المباراه الاول؟ اذا في تبديل، تبديل وحيد راح يكون حق. سواء اتوقع يعني اذا كان نادي الرفاع يحاول يعني تنشيط احد المراكز ممكن يكون في تبديل من نادي الرفاع، ولكن نادي الاتفاق لا اتوقع انه يبدل بدايه الشوط الاول الشوط الثاني، ولكن مع مرور الوقت. جميل، عموما نتمنى التوفيق مشاهدينا الكرام لفريق الاتفاق وفريق الرفاع. ننتقل مباشره الى ملعب نادي الاتفاق مع الزميل حامد كميل، تفضل بومشاري. بسم الله الرحمن الرحيم، سيداتي يا نساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد. هذا حامد كميل يحييكم أجمل تحية، يسعدني أن أكون معكم. والوصف الثاني لشوط المباراة الاتفاق السعودي والرفاع البحريني في دوري أبطال الخليج للأندية 24-25، وبالتوفيق إن شاء الله لجميع أنديتنا الخليجية. شكرا لي الزميل الدكتور عبد الله الانصاري، شكرا لضيوفك الاعزاء على هذا التحليل الوافي والكافي دائما لدوري ابطال الخليج للانديه، واستديو تحليلي ايضا في القناه الرياضيه الكويتيه وناقل لجميع المباريات، شيء يحسب ويشكر عليه الاخوان في القناه الرياضيه الكويتيه لعشاقها من ابناء الخليج في هذه البطوله الجميله والرائعه بكل ما حصل لها من تطور وتغيير. هنا محاولة الاتفاق والمحاولة لا زالت تستمر، لكن عبد الله هادي رديف اللي يحاول في الكرة الماضية، وهنا في صافرة حكم المباراة الدولي العماني عمر اليعقوبي وطاقم تحكيم كامل حقيقة
هنا مدرب الاتفاق السعودي ستيفن جيرارد. بداية شوط ثاني ما شفت أي تبديلات في الفريقين سواء الرفاع البحريني أو الاتفاق السعودي بنفس التشكيلة اللي بدأوها. بدأ طبعا الرفاع البحريني بالتسجيل عن طريق فينيسيوس سانتوس في الدقيقة 41، ما خلوهم يكملون فيها. ماذا يقول له؟ العب ما فيها شيء. مد الله العليان وسقوط للاعب موريرا. سقوط موريرا يعني دقيقتين ما عطاهم فرحة الهدف. استطاع ايضا اتفاق يسجل عن طريق كارلوس لويس في الدقيقة 43. شوط اول انتهى بالتعادل واحد. هذه اللعبة يعني ما فيها حسب رأي الحكم انه ما فيها اي تعمد، ولذلك يشوف ويطمئن على اللاعب بالتأكيد على أرضية الملعب. إن شاء الله سلامات. بالسلامة 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 إن شاء الله. شوف اطمئنان على اللاعب، إن شاء الله ما في إلا العافية، ما في إلا العافية. نعم اطمئن. أيضا بيتكلم راح يلعبها سقاط لأن شاف اللاعبين الاثنين من غير مشاركة مثل ما قلنا احنا. اللعبة الطويلة قام بالسلامة ما في الا العافية، وتعود المباراة من جديد الاتفاق والرفاع البحريني. طبعا مجموعتين، نذكر ان واللعب سيكون دائما هو الذهاب والاياب، مباراة خارج ملعبك ومباراة في ارضك. المجموعة الأولى اللي تضم دهوك العراقي، النصر الإماراتي، ظفار العماني، أهلي صنعاء اليمني. والمجموعة الثانية القادسية الكويتي، العربي القطري، اتفاق السعودي والرفاع البحريني. هجمة لاتفاق، وين بتوصل؟ وهنا خطيرة خطيرة خطيرة. الله 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 الله. يضعها بكل عقل، نعم يضعها بكل عقل هذا الهداف كارلوس لويس. هدف ثاني بعقل، وضعها داخل المرمى بعقل كبير. واثنين اثنين. اذا الهدف الثاني يأتي في الدقيقة 49 49 في اول اربع دقائق من الشوط الاول. الاول في الدقيقة 43، الان دقيقة 49 في اول اربع دقائق من الشوط الثاني. شوف شوف شوف، يا فوتها فوتها، وضعها. يا سلام، بعقل بعقل، بالزاوية البعيدة بالزاوية البعيدة. نعم كارلوس لويس كارلوس لويس الهدف الثاني. حلو 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 يا ولد. نعم أبعدها عن المدافعين الاثنين وأبعدها عن الحارس، ووضعها بتفكير سليم جدا، عقلاني هذا اللاعب. هدف الثاني له ولفريقه. اثنين الاتفاق، صاحب الأرض والجمهور. راية وتسلل راية وتسلل. الهدف الثاني أيضا بأمضاء كارلوس لويس. كارلوس لويس يسجل هدفين، هدف في الدقيقة 43 من الشوط الأول، دقيقة 49 أي أول أربع دقائق من شوط المباراة الثانية. اثنين الاتفاق، واحد الرفاع. أيضا نذكر بنتائج الأمس حبيتي متابعينا عبر الرياضية الكويتية. دائما دهوك تقدم على أهلي صنعاء اليمني بدهوك العراقي طبعا على أرضه وبين جمهوره بهدفين مقابل لا شيء. والنصر الإماراتي حقيقة يسجل نتيجة كبيرة بفوزه على ظفار العماني 5-2. قبل هذه المباراة كان أول المشوار للأندية الكويتية. نادي القادسية تعادل مع شقيقة العربي القطري 1-1. الآن الاتفاق في المباراة الثانية اليوم يتفوق بهدفين مقابل هدف واحد. 2-1 2-1. هذا الهدف أيضا سيزيد حلاوة المباراة، سيشعل المباراة من جديد، سيعطي الفريقين ثقة أكثر. يحاول يضيف ثالث اتفاق، وحاول الرفاع يعود
مباراة بالتسجيل من جديد. الرفاع بحريني، هنا الركنية هي ثالث ركنية للاتفاق والأولى في الشوط الثاني. يبعد أحمد مدنية، يبعدها حارس المرمى، يرجع ورا ويهدي، يرجع ورا ويهدي من ناحية المدافع الأيمن هناك راضي العتيبي لحارس مرمى ماريك الروداك سلوفاكي. شوف أيضا هو بيهدي اللعب، بيطالع يمين يسار، يلعب الكرة سهلة الآن، بدأ شوف يعني يهدون أكثر. هذا عبد الباسط هندي المدافع الأيسر، وهم ثلاثة يلعبون تقريبا، ثلاثة فوق اثنين يصيرون خمسة، وبعدهم ثلاثة يعني ثمانية، واثنين قدام في المقدمة دائما يكون فيها كارلس لويس وإجواو سيسكو. لكن كارلس نعم هداف ومهاري وقدر انه يسجل هدفين، هدفين مقابل واحد. رأسية ايضا مقطوعة، قلب الدفاع المتواجد دائما جاك ويليام هنري. تشجيع ايضا متواصل من جمهور الاتفاق لانه يلعب على ارضه وعلى استاد او ملعب نادي الاتفاق. حلوه هذه انطلاقه موريرا، موريرا لكن وين؟ الى رميه التماس وايضا سقوطه على ارضيه الملعب. سلامات، سلامات ايضا شكرا لرئيس اتحاد كاس الخليج العربي لكره القدم سعاده الشيخ احمد بن خليفه ال ثاني، شكرا لهذا الجمهور ايضا الوفي المخلص دائما لفريقه اللي عطى هذه البطوله نوعيه جديده واسلوب جديد وطريقه حديثه، وايضا يعني رصد الجوائز القيمه والحوافز والجوائز للفرق المشاركه. البطل يحصل على 3 ملايين دولار والثاني مليون، وهناك ايضا مبالغ بما ان اللعب واقف. نعطيك عزيزي المشاهد والمتابع للقناه الرياضيه الكويتيه، يعني هناك افضل لاعب سيحصل على 50,000 دولار، وجائزه افضل حارس في البطوله 50,000 دولار، بالاضافه الى هداف البطوله ايضا 50,000 دولار. ولا تروح بعيد، بعد في جوائز، بعد في جوائز. شنو ايضا خصص اتحاد كاس الخليج العربي لدوري ابطال الخليج. تبديل، تبديل يبدو انه اصيب، تبديل. سلامات ان شاء الله للاعب موريرا، موريرا اكمل بعدين على ايضا الجوائز المقدمه. هتشوف اللعبه رميه التماس تنشان اتفاق، بيلعب الكره السريع الآن، بيحاول يصيد له أيضا لكرة جواو، جواو جواو وين بيروح؟ يسلم جواو ورا يحصلها مرة ثانية قريبة لعبد عبد الله هادي، لكن انقطعت، لكنها انقطعت، انقطعت خلاص وانتهت خطورتها. وعلي جعفر مدن هو البديل، أول تبديل أتكلم عن للإصابة، للإصابة بدل زميله ويلينغتون موريرا اللي قادر، ومشاركة علي جعفر مدى. اللعبة باتجاه اليسار للرفاع، الإبعاد يأتي من المدافع الأيمن تماما راضي العتيبي إلى رمية التماس، إلى رمية التماس. رمية التماس راح يلعبها جيان فيلاسكو الظهير الأيسر للرفاع البحريني، يحاول يعود وهل يسجل؟ نعم، هذا مدن لأرضية الملعب ومغادرة اللاعب موريرا، مغادرة موريرا. مع أول 4 دقائق
أول أربع دقائق الشوط الثاني يسجل اتفاق هدفهم الثاني، يريح فيه شوية لاعبينا ويريح جمهوره المتواجد. شوف رجال الأمن الحقيقة عاملين يعني النظرة للجمهور ومسكرين كل الطرق اللي، لأن الملعب ما في يعني شبك أو حاجز أو يبعد، لا ملعب صغير ملموم حلو ملعب الاتفاق، ولذلك شوف رجال الأمن حقيقة المختصين في هذه المباراة شيء طيب، ويحسب أيضا للتنظيم. أتكلم في الأخوان هناك بنادي الاتفاق ورجال الأمن ومن يعمل على يعني تنظيم هذه البطولة بالشكل والصورة الطيبة دائما. سيكو فوفانا يرجع ورا، فوفانا أقرب للحارس، ماريك روداك شماله، سلوفاكي هذا الحارس، كرة خارج الملعب، رمية تماس، حسين علي يلعب رمية التماس، تبقى في وسط الملعب، علي حرم مرور قطعت ما كملها علي حرم، عبد الإله المالكي خلص، اوه خلص كرة على طول، جواو مهاري، جواو مهاري، جواو رمية التماس يتركها عبد الهادي رديف، يتقدم مع الهجوم دائما، هذا هو شايفينه، هذا رديف عبد الهادي او عبد الله هادي رديف، عبد الله هادي رديف في النص، عباس العصفور طول من عباس، محمد يحيى استلام جميل لكن انقطعت، البديل علي جعفر مدن، تعود مرة ثانية محمد يحيى، وإلا أيضا فينيسيو سانتوس اللي سجل ممكن يخطف له هدف آخر، وأيضا يعمل مثل ما عمل كارلوس لويس بهدفين للاتفاق. وسط الملعب وينالدوم، ترجع مرة ثانية من وينالدوم إلى مد الله العليان، اتفاقية كرة طويلة على طول من الجهة اليسرى للاعب عبد الباسط هندي، لكنها فيها صافرة إلى الدقيقة 59، إلى الدقيقة 59 أي أن 14 دقيقة من شوط المباراة الثاني، تفوق الاتفاق السعودي على الرفاع البحريني بدوري أبطال الخليج للأندية هذا الموسم بجوائز العالية جدا للبطل والوصيف وأفضل لاعب وأفضل حارس وأفضل هداف، وهناك أيضا جوائز أخرى مالية للأندية المشاركة التحفيزية، تخصيص مبلغ 300 ألف دولار للأندية المشاركة فقط، يعني الثمانية المشاركين خزانتهم الآن 300 ألف دولار، بالإضافة إلى مكافأة التأهل إلى نصف النهائي، وكل مشارك يحصل على مبلغا ماليا قدره 100 ألف دولار. جوائز 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 الزينة، جوائز حوافز الحقيقة يشكر عليها القائمين دائما في اتحاد كأس الخليج العربي وبطولة دوري أبطال الخليج للأندية بعد الغياب الطويل من 2016 إلى 2023 لم تقم البطولة، لكن قعدوا وفكروا ورتبوا وعطوا جوائز قيمة وعطوا ترتيبات وذهاب وإياب ومجموعتين كأنها مباريات في الأسيوية أو الأوروبية أو الأفريقية، وهذا شيء جميل، أو العربية أيضا تكلم عنه لأنها بطولة خليجية، بطولة خليجية ممتعة أيضا من حتى السفر ما تركوه في الناحية المادية، اللجنة المنظمة العليا كل نادي مشارك راح يحصل على مبلغ ماليا وقدره 30 ألف دولار، يعني لما تلعب الاستروح خارج أرضك يعطى لك 30 ألف دولار. قواكم الله والله يزيد الخير في الخليج والوطن العربي الكبير.
أقرب لأحمد مدنية، يهدي اللعب راضي العتيبي، يهدي شوية اللعب، يلعب كرة هذه طويلة، المالكي سلمة تعود لسيكو فوفانا اللاعب العاجي، فوفانا في كل مكان تحصله، شوفه وين رجع وسلم كرة إلى وينالدو. تبديل الآن، تبديل سعودي للرفاع، سلامات لاعب ساقط، لكن تبديل الآن بيسحب المهاجم كارلوس لويس اللي سجل الهدفين، هو يعني خلينا نشوف البديل، طبعا مدرب وطريقته واسلوبه، هذا سانتوس، فيكتور سانتوس، فيكتور سانتوس هو البديل الاول. يا سلام على الجمهور، يا سلام على جمهور مثل هذا، حلو جميل، حلو وجميل. اذا مشاركة اللاعب الان فيكتور، فيكتور سانتوس بديل اول، واول كرت اصفر، اول كرت اصفر. دار ياتي في الدقيقة 63، دار يبدو لي على راضي العتيبي، وعلى راضي العتيبي في اللقطة الماضية أول كرت أصفر. اثنين الاتفاق السعودي، واحد الرفاع البحريني، ولا منه؟ جاك ويليام، نعم جاك ويليام هنري هو اللي أخذ الإنذار، دقيقة 63، جاك ويليام. هذه وين؟ هذه وين؟ في تبديل يبدو هناك أيضا، نعم دفعة واحدة الآن، لاعبين اثنين، لاعبين اثنين، وتبديلين أيضا للرفاع الآن، للرفاع يقادر طبعا اللاعب عباس العصفور، ويشترك بديلا جاسم أحمد الشيخ، جاسم الشيخ هو البديل، والبديل الآخر أيضا علي حسن سعيد، علي حسن سعيد، بدلاء، بدلاء عن أيضا سامي قادر ومريرا قادر، والآن عباس العصفور أيضا قادر، ثلاث بدلاء في تشكيلة المدرب هيثم، مدرب الرفاع البحريني لتعديل النتيجة بعكس جيرارد. يبدو لي أنه سحب المهاجم خطير وقوى الناحية الدفاعية، الناحية الدفاعية بشراكة فيكتور سانتوس، فيكتور سانتوس طبعا أدى اللي عليه، سجل هدفين، دور آخر يقول لك أنا عندي مثلا باقي 25 دقيقة على نهاية الشوط الثاني، فحاول أن أسكر، حاول أن ألعب بالمرتدة، حاول أن أنظم أيضا صفوفي في وسط الملعب، كرة مقطوعة، والإبعاد يأتي أيضا من عبد الله هادي رديف، تعود مرة ثانية، يقول له العب، والكرة في النهاية إلى ضربة مرمى، والكرة إلى ضربة مرمى، محاولات للآن ما هي بالصورة المطلوبة، هنا السقوط، حكم يقول له العب ما فيها شيء بنظرة الدولي
عماني، الدولي العماني خطأ موجود للرفاع، الخطأ موجود ويواصل تألقه أيضا جمهور الاتفاق بدعم فريقهم. ملعوبة على طول البديل علي مدن، ترجع مرة ثانية في وسط الملعب للاعب وينالدوم، ظاهر له على الجهة اليسرى شايف على طول مدلة العليان، لكن هذه كرة طويلة على طول سريعة من عبد الباسط هندي يغير فيها اللعب في النص. سيكو فوفانا هناك وممكن المحاولة تسديدة بالشمال لكنها بعيدة وخارج الملعب إلى ضربة مرمى من جواو سيسكو. جواو بشماله واحدة شايف لكنها عالية تلت العارضة إلى ضربة مرمى، إلى ضربة مرمى انطلاقة يوم 22 أول مباراة كانت طبعا انطلقت بين النصر الإماراتي وظفار العماني، واستطاع أن يفوز فيها النصر الإماراتي 5-2 على ظفار. والمباراة الثانية دهوك العراقي 2-0 على أهلي صنعاء اليمني. المباراة اللي اليوم قبل هذه المباراة سفير الكرة الكويتية القادسية يتعادل مع العربي القطري 1-1، والآن الاتفاق السعودي هو متفوقا على الرفاع البحريني بنتيجة 2-1. والجولة القادمة بإذن الله تعالى ستكون يوم 5 نوفمبر و6 نوفمبر، يعني جدول مرتب ومنظم. الجولة اللي بعدها الثالثة يوم 26 نوفمبر و27، وهذه الصافرة فيها خطا ايضا بمحاولة فينيسيوس سانتوس لكنها اقرب لحارس مرمى احمد مدنية. النهائي نذكر اذا الله اعطانا طولة عمر لكم ولنا ان حسب الجدول سيكون ذهاب واياب ايضا بتاريخ 8 ابريل و15 ابريل. شيء حلو يعني حتى الجدول مرتب على انه مع البطولات الموجودة ل ايضا الانديه الاخرى والمنتخبات المشاركين في كاس اسيا، كاس تصفيات كاس العالم، تنظيم ترتيب تنسيق، لان الاتحاد الاسيوي معطيك الرزنامه، الاتحاد الدولي ايضا معطيك رزنامه، الاتحاد الخليجي الان للانديه للامانه ابطال الخليج للانديه عملوا الرزنامه على الثنتين، ولذلك ان شاء الله الامور ما فيها اي تاخير او عمل شيء آخر. ممكن أيضا اللي نتكلم يعني يحق للجنة المسابقات تعديل تاريخ وتوقيت المباريات إذا دعت الحاجة لذلك، إن شاء الله ما في حاجة إنه يغيرون لأنه متعوب عليه، واضح الجدول اللي نزلوه الإخوان في اتحاد كأس الخليج العربي اللي هي دوري أبطال الخليج للأندية تحت مظلته. هذه محاولة ممكن عرضية 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 عرضية، وين اللي جاي من الخلف؟ عرضية للاتفاق راحت ولا زالت لا زالت تضرب تضرب، والتسديدة أيضا من عبد الله المالكي، وقبلها البديل فيكتور سانتوس، وهنا كرة خارج الملعب إلى رمية تماس. رمية تماس شوفها برافو فيكتور سانتوس قبل ما تطلع لعب العرضية، قدم من هناك تضرب في الدفاع ومرة أخرى في الدفاع، وأخيرا انتهت خطورتها إلى رمية التماس، إلى رمية التماس. مد الله العليان، مد الله العليان هو اللي راح يلعب تماس
حبيب الملايين اتفاق يعني تشجيع يعطيهم ثقة. نعم يعطيهم دافع ان يلعبون اكثر. هذه سريعة الان حلوة فينيسيوس انقطعت وصلت ماريك روداك. عنده هدوء في حراسة مرمى، عنده هدوء حقيقة. أقرب وينالدوم شوفوا يهدون طبعا خلاص شوي 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 شوي. يقول لك أنا وصلت الآن للدقيقة 27 في شوط المباراة الثاني، دقيقة 72 من المباراة بأكملها، ولذلك يعني مع التهدئة مع تسكير المنطقة أقرب لاتفاق السعودي. انقطعت للرفاع البحريني رجعها لحارس مرمى لأن مسكرين عليهم طبعا لاعبي الاتفاق، ولذلك أحمد مدنية يلعب كرة طويلة في النص عود لخط الدفاع لجاك ويليام اللي أخذ انذار في المباراة، انذار الوحيد حقيقة في الدقيقة 63. تقدم على الطرف الأيمن اتفاق مقطوعة في لاسكو، تبقى في النص علي حرام. حلوة لكن يبدو لي في التسلل، يبدو تسلل ولا لا؟ مشي بالجول طلعها في راية. شوف في حكم مساعد يقول لك يطبق القانون انه مع نهاية اللعبة، وفي واحد يقول لك خلاص ما دام انه تسلل وخالص برفع على طول ورفع. شوف اللعبة، خلينا نشوف لحظة لعب الكرة. نعم التسلل موجود لكن هو مشاها، وهذا صح في القانون صح، لكن والله من بعدها بتصير مشاكل، يعني فيها ممكن الطرد، فيها الضرب، فيها الأشياء الأخرى. يبدو سلامات إن شاء الله علي جعفر مدن. هل بيتأكدون أيضا من الفي آر لأن كانت أيضا سريعة اللعبة. حكم مباراة يبدو أن القدم اليمين عنده شادة، لذلك يضع عليها الماء البارد بدل ما يقول للدكتور عالجني، هو عالج نفسه العماني الدولي عمر اليعقوبي. ولحظة لعب الكرة دائما هو اللي يحسب التسلل، ومثل ما قلنا يعني بعض المساعدين يرفع على طول، بعض الآخر يعني يلتزم بالقرار ويقول لك لا حتى نهاية اللعبة وبعدين إذا كان الفي آر موجود هو يرجع له ويشوف. سلامات إن شاء الله. بدأ الشد شوية على اللاعبين، هذا محمد يحيى الحلاق لاعب الرفاع البحريني. شوف اللعبة هنا يعني هو يبدو لي تسلل لكن الفي آر له طريقة وضعها. لا هي دخلت المرمى بس لكن كسبها أوفسايد، ويعطي الآن راحة وينهي الموضوع والجدل اللي حتى لا يحتجون عليه، يقولهم روحوا خلاص ريحوا خذوا لكم دقيقة. نعم بيأخذوا مشرب ماي شوي، وحكم المباراة مع اتصالاته بزملائه مع حارس المرمى ماهو روداك سلوفاكي، نقول له شو السالفة، ها فيها شيء ولا لا؟ خلاص حتى الحكام بيروحون شوي ياخذون ماي. نعم لكن على طول اللعبة كانت سريعة، لعبات مثل هذه تحتاج الدقة، والحمد لله ان ايضا لما نشيد في التنظيم في دوري ابطال الخليج للأندية في هذا الموسم 24-25 حتى الفي ار وضعوها، سبقوا ايضا نقول الاتحاد الاسيوي في التصفيات
الأولى ما في في آر لا للأندية ولا للمنتخبات، ولذلك أيضا اليوم فكروا صح الشباب في اتحاد كأس الخليج العربي وتحديدا لدوري أبطال الخليج للأندية أن أيضا الفي آر يتواجد معهم أولا بأول، وهذا شيء طيب ويحسب دائما للجنة المنظمة العليا. عطى دقيقة راحة، خذوا شوية راحة وشوية ماي وراح يستكمل المشوار من جديد، راح يستكمل المشوار من جديد الدولي العماني عمر اليعقوب. عمر اليعقوب خلاص يعود للمشوار. نعم التسلل احتسب، تسلل احتسب. شوف حتى الساعة ما هم واثقين ما هم واثقين، يعني قال ما عطى الساعة، لو تلاحظون لما صفر الآن عطى الساعة والنتيجة هل هي هدف أم لا، وقف حتى اللي يشتغل على الساعة الإلكترونية داخل ملعب نادي الاتفاق، وهذا حق مشروع له حتى لا يتوهق، يعني يحط مثلا 2-2 وبعدين يقول انت شلون حطيت 2-2، حكم ما حسبها، ولذلك هو انتظر قليلا وما كانت حتى النتيجة موجودة على الشاشة قبل أن يعلن صافرة عودة المباراة بعد الراحة الدقيقة. تلعب في الوسط، هلو علي مدن، هذه تمريرة على اليسار فيها خطورة، ممكن فيها خطورة، ممكن يقير على اليمين، تدخل دفاعي اتفاقي، والكرة في النهاية خارج الملعب إلى رمية تماس. رمية تماس حسين علي المدافع الأيمن للرفاع البحريني، محمد يحيى الحلاق ترجع له بنفس المكان، انقطعت، وهذه كرة أخرى أيضا لكن ما تمشي معه، ترجع مرة ثانية الرفاع البحريني، على العرض حسين علي، سلامات 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 إن شاء الله، سقوط على الأرض، حكم مباراة أيضا يتجه وبيشوفه، إن شاء الله إصابة سهلة جدا سهلة جدا للاعب حسين علي المدافع الأيمن. شوف يساعده حكم مباراة العماني، شيء حلو، عماني سعودي بحريني في هذه المباراة، وإماراتي أيضا مراقب مباراة محمد خميس راشد، وقطري آخر هنا موجود مغيم الحكام. هذا هو الخليج بأبنائه، هذا هو الخليج نعم بأبنائه، الكل مشارك اليوم، سواء عماني كحكام طاغم تحكيم عماني، مراقب مباراة إماراتي، مغيم الحكام قطري للاتفاق والرفاع البحرين. اللعب على الأرض على جهة اليسار، يحاول الرفاع البحريني الآن، ممكن المرور لحرام، بينية ما مشت معاه، لكن لا زالت محمد يحيى، حلوة هذه خطيرة، مدن مدن مدن، رجع وسكروا عليه سكروا عليه، خلاص رح يرجع للخلف رح يرجع للخلف. نعم أخيرا إلى حسين علي، حسين علي جاسم الشيخ، البديل هو الآخر، ثلاث بدلاء علي جعفر مدن جاسم الشيخ وعلي حسن سعيد، وهذه محاولة للرفاع البحريني، يكسب ركنية ولا غير راية، سلم وراء، لا تزال الأمور تسديدة، الله الله الله، تسلل أوف سايد، تسلل، أضربت في العارضة ورجعت لي، لاعب استفاد من مكانه، شوف شوف شوف، نعم يا السلام على التسديدة القوية، يا السلام على التسديدة القوية الحقيقة، شوف 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 شوف، ما كملتها لنا ما كملتها لنا، لكن كان في التسلل، نعم استفاد من مكانه اللي رجعت من العارضة، تعتبر يا أهلة من زميلة،
اوف سايد التسلل يخدم. شوف شوف هذا اللعب، يا سلام على قوته، الله الله العارضه العارضه ويكملها كملها علي حرم، لكن هو كان في التسلل، علي حرم كان في التسلل في التسلل. ايضا حديث مع المساعد والتاكيد ايضا للعبه، هل في لاعب مغطي مو مغطي ماذا، خلينا نشوف. لا زال حكم مباراة يتأكد أكثر، رغم أنه هو رفع الأوفسايد تسلل، رفع الأوفسايد والتسلل. راح يشرك أيضا عبد الله مادو تسلل، نعم نعم تأكدوا أكثر، تأكدوا أكثر عبد الله مادو، وأيضا مشاركة موسى ديمبلي، موسى ديمبلي أي تبديل، نعم يقادر الآن، ويقادر أيضا ويليام، والمشاركة هندري، هذا ويليام اللاعب الاسكتلندي، سكروا الدفاع خلاص، سكرون الدفاع تماما، ومش الحباني، مشعل باني ايضا، تبديلات، مشاركة ايضا هذا مشعل حباني، ومشاركة ايضا موسى ديمبلي. قطع حوا بعدها، نعم في وقت مناسب، نعم إلى رمية التماس، خلاص يكثفون دفاعيا، يكثفون دفاعيا، يكثفون دفاعيا. عبد الله مادو أيضا أشركه، وأشرك مشعل أشرك مشعل صباني. هذه كرة طويلة لل رفاع البحريني، خذها بيده ولا لا، كمل حكم مباراة، كلها العب كلها العب، نعم ما فيها شيء، على طول تلعب سريعة، يضغط الآن في الست دقائق المتبقية من المباراة الرفاع البحريني، مشعل صبياني خير الله، وهذه محاولة للبديل للبديل للبديل، قطعها خلاص طاحة خلاص، أخرها موسى ديمبلي، مشعل صبياني كان هو اللي أيضا صافرة مع الخطأ، واضح أمام نظر حكم المباراة العماني عمر يعقوبي. اسمع اسمع جمهور الاتفاق السعودي، ايضا غادر فيلاسكو، فيلاسكو غادر في رفاع البحريني ويشرك الان، هزاع الهزاع، سحب مدافع قلب على فكره، ضحى واشرك الان البديل الرابع، هزاع علي الهزاع، هزاع الهزاع هو البديل الرابع للرفاع البحريني في خمس دقائق او اقل متبقيه، غير طبعا الوقت بدل الضائع. محمد يحيى حاول يمر، سلم هات وخذ، يا سلام العرضيه، ممكن العرضيه وين، انقطعت انقطعت انقطعت، اوه اوه تصادم، سلامات للاثنين، سلامات للاثنين، بالسلامه، دفاع حماس على الكره، حماس على الكره واضح، سيكو فوفانا اللاعب الدولي العاجي سابقا يعني في قوته وادائه،
فوفانا على أرضية الملعب، وأيضا في لاعب من الرفاع البحريني يقوم بالسلامة. يبدو فينيسيوس سانتوس يقول له أطلع كمل علاجك برا. ماذا؟ نعم اليعقوبي واللي ساعده اليوم ناصر سعيدي وحمود الشعيبي الرابع، وحتى الفيار طبعا من عمان اللي هو أحمد درويش وسالم مير. وين اللعبه؟ تنقطع واخيرا هي برا الملعب الى رميه التماس سالم العبري هو الفيديو الثاني. العبري رميه تماس اتفاق الرفاع الان يخطف كره في الجهه اليسرى ويتقدم بسرعه، اشوف يبي يستفيد من الوقت. السرعه لا ضروريه ولكن السرعه الندامه السرعه الندامه استعجل فيها. نعم صحيح انه كان بيتقدم بشكل صحيح مديحية الحلاق، لكن على العموم هي انتهت رميه تماس. بيلعبها رميه التماس راضي العتيبي دافع الايمن صلب حقيقه وماخذ مكانه صح، وهو وزميله عبد الباسط هندي كظهير ايسر. تنقطع ولكنها خارج الملعب الى رميه تماس. خلص الامور تتجه فوز للرفاع، كان يطمح فيه خارج أرضه، لكن حتى الآن هو خسران هدف مقابل لا شيء. إذن بقادر مد الله العليان ويشرك من بيشرك؟ محمد عبد الرحمن يوسف هذا بديل الخامس خلاص للرفاع البحرين. الكرة الآن في النص وخمس بدلاء في الاتفاق أنهوهم وأربعة في الرفاع البحريني. هذه محاولة بحرينية اللي يمثل فيها البحرين الرفاع البحريني. هذه داخل منطقة 18 رأسية تنقطع خارج الملعب إلى نية، لكن فيها التسلل مدن. نعم علي جعفر مدن تسلل من اللحظة الأولى. نعم هنا في هذه الكرة التسلل كان موجود. نعم في هذه اللقطة تسلل واضح. خلاص تقريبا 45 في الشوط الثاني و 11 دقيقة. أوه شوط أو ربع شوط 11 دقيقة وقت كبير الحقيقة. زعلان على الوقت الحقيقة. فاول تاخذ انذار. نعم الكرت اصفر يعتبر تاخير في اللعب من عبد الباسط. نعم عبد الباسط اذا انذار في الدقيقة 90 من المباراة. الى خارج الملعب رمية تماس 11 دقيقة كوقت بدل ضائع تسبه حكم مباراة، وحتى الان النتيجة الاتفاق السعودي. خطرة الثالث الله
ختامها ميسي. جورجينيو وينالدوم، وينالدوم بهدف ثالث، بهدف ثالث. نعم هو الكابتن، هو القائد، هو الهداف، يسجل قائد الاتفاق، يطمع للنتيجة. وخلاص ريح شوية المدرب ستيفن جيرارد، إنه عطى 11 دقيقة قال لك ممكن يسجلون، لكن اندفاع، اندفاع لاعب الرفاع البحريني للتعديل جاء في صالح الاتفاق السعودي. شوف بالمرتدة كلهم كانوا متقدمين، وأخيرا يضعها داخل المرمى بشكل جميل جدا. وينالدوم، 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 الهدف يأتي الثالث. ثلاثة خلاص، ثلاثة خلاص، ثلاثة خلاص في الدقيقة 92، في الدقيقة 92، أي أول دقيقتين من الوقت بدل الضائع. هدف ثالث آخر للاتفاق يطمئن لهذه النتيجة، وأول ثلاث نقاط من الرفاع البحريني في أول جولة لدوري أبطال الخليج للأندية. طبعا اللي خذ الإنذار تأكيد، نعم تكلمنا عنه، دلباص الطهندي المدافع الأيسر، ثلاثة ثابتين هما، هو وراضي، وكان أيضا اللاعب الاسكتلندي قبل أن يغادر جاك ويليام هنري معاه. ثلاثة واحد، وهذه انطلاقة، لكن أيضا أبعدت، أبعدت بالشكل الصحيح، أبعدت برا الملعب إلى رمية تماس، برا الملعب إلى رمية تماس. حاول نقدر نقول الاتفاق حول الخسارة إلى فوز، حول الخسارة إلى فوز، لأن كان اللي تقدم وسجل أول الأهداف هو الرفاع البحريني، سجلوا في دقيقة 41 الشوط الأول وما عطوهم فرحة كثير من الوقت، دقيقة يعني 43 أيضا سجلوا التعادل، وبعدين الثالث، الثاني يأتي في دقيقة 49، والثالث الآن في الدقيقة 92، في الدقيقة 92 الهدف الثالث، يريح فيه لاعبينه وجمهوره والجهاز الفني الإداري والطبي. الرفاع يضغط، والرفاع يهاجم، والرفاع يحاول، لكن خلص خلص، اللياقة البدنية لها دور كبير، أساسا في تسلل، أساسا في تسلل، تسلل، لحظة لعب، نعم نعم، لو تاركها لزميلك ما في تسلل، انت اخذتها لان مكانك صح في التسلل، لو تاركها لزميلك اللي جاي من الخلف افضل لك، لكن اللاعب طبعا وما شاف نفسه في التسلل، ما هو منتبه على المساعد. سلامات، سلامات، شد عضلي. و 95 دقيقة، 95 دقيقة، 5 دقائق مرة، ومن ال 11 دقيقة باقي 6 دقائق، فرحة جماهير اتفاق السعودي، نعم من حقهم، اسمعوهم، نعطيهم حق، لأن عاملين جو للمباراة شيء آخر. هذا الجمهور دائما الجمهور هو رقم واحد، أحيانا أحيانا يقول لك لا رقم 12، حتى الكبار، حتى الكبار استمتعوا بهذا التشجيع وجاءوا لي يعطوا الصورة الحضارية أيضا للتشجيع السعودي للأندية السعودية ممثلة اليوم في الاتفاق السعودي في دوري أبطال الخليج للأندية 24-25 بعد غياب طويل. آخر بطولة كانت بعد التوقف تقريبا في 2016 إلى 23-23، لكن الاجتهاد والقدرة وتولي أيضا سعادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
رئاسة اتحاد كأس الخليج العربي. يا سلام، الله يعطي الصحة والعافية هالشيبة، الله يعطي، وهذا شيبة آخر، يا الله، وثالث ورابع، الله يحفظهم، الله يعطيهم القوة والعزيمة إنهم يكونون دائما سندا لفريقهم الاتفاق السعودي. شوف الكرة القدم وشوف العشق دائما اللي يعشق الفريق، ما له شغل هو بطل ولا مو بطل، لا، ياخذ عنده لون وعنده فريقه كبار السن، اعتقد فوق 70 اللي موجودين ممكن. الله يعطيهم الصحه والعافيه على تواجدهم هنا، يعطون ايضا دافع وباور اكثر للاتفاق انه يلعب. اللاعبين داخل ارضيه الملعب لما يدرون يعلمون ان هذول الكبار، يعني وليس شباب، كبار في السن وكبار دائما في القدر بالتاكيد. ثلاثة واحد نتيجة طيبة بالتأكيد للاتفاق في مباراة أولى مبارياته على ملعبه. يقول له لا تأخر اللعب يا موسى ديمبلي، لا تأخذ انذار، لا تأخذ انذار سهل، لا تأخذ انذار. شوفوا أنت أكلمك، أخذ اللي يبيه، أخذ اللي يبيه، شوفوا بعدين رجع، أخذ اللي يبيه. هذا البديل الآخر محمد رحمن يوسف، ومحاولة بيمينه كانها برا، حاول بيمينه، شوف يقول معصب عليه، يقول له يا الله انتبه انتبه، المباراة ما انتهت، المباراة ما انتهت. نعم، هيثم يطال ناظر الساعة، وهنا الفرحة لجمهور الاتفاق السعودي على شقيقة الرفاع البحريني في البطولة العائدة من جديد لأحضان أندية الخليج، وهذه هي المباراة الرابعة في الجولة الأولى. المباراة الرابعة اليوم، أمس كان مباراتين، الدهوك العراقي فاز 2-0 على أهلي صنعاء اليمني، النصر الإماراتي 5-2 على ظفار العماني، القادسية يتعادل مع العربي القطري في قطر 1-1، والآن النتيجة 3 الاتفاق 1 الرفاع. يضغط بيحاول يقلل الفارق، حسين علي طالت وانتهت بالمرتدة، بالمرتدة اتفاق، يا السلام ديمبلي صح يسلم كرة شاله، تبعد تبعد، يا السلام يا السلام على الإخلاص والوفاء لفريقهم. هذا الجمهور اللي الحظ الكبد يبرد الكبد في تشجيع على الأمانة. رمية تماس، محمد عبد الرحمن، فيها صافرة وفيها خطأ، وأيضا تنبيه آخر، تو منبهك يا موسى دمي. انذار في الدقيقة 55 من الشوط الثاني، والدقيقة 100 وصلت الآن لأنه عطى 11 دقيقة دف واضح، وتو نبه على أنه لا يأخر في اللعب، يوقف قدام الكرة. رمية التماس، سانتوس، علي حرام يلعب رمية التماس، الآن في الدفاع حمد الشمسان، الكابتن الغادي يغير على جهة اليسار للظهير الأيسر أو الجناح هناك في الرفاع البحريني. نقدر نقول مبروك لنادي الاتفاق السعودي، هذه النتيجة وأول ثلاث نقاط، أول ثلاث نقاط الاتفاق السعودي. والاتفاق نعم يحول الخسارة إلى فوز بعد ما كان متقدما الرفاع البحريني أولا في أول 42 دقيقة من شوط المباراة الأول، لكن تعادلوا بعد دقيقتين في الشوط الأول 1-1، وبعدين في الشوط الثاني سجلوا هدف ثاني أيضا لكارلوس لويس، ومن ثم هدف ثالث
ريح في كل الأمور. جورجينيو وينالدوم في الدقيقة 92، خلاص الأمور حسمت وانتهت للاتفاق. صعب أنك تسجل الآن هدفين، صعب صعب جدا تتعادل. تكلم عن الرفاع البحريني، الأمور انتهت وال11 دقيقة خلاص، والكرة إلى حارس المرمى ماريك روداك السلوفاكي، نلعب كرة طويلة قايل لك تلعب طوبة هذه للجمهور العراقي، لكن أيضا متعون فيها مع الخليج وفي الاتفاق. قايل لك تلعب طوبة لأن دائما في العراق اشتهرت هذه الشيلات العراقية. فيها كرت أصفر، فيها كرت أصفر في اللعبة الماضية. نعم نعم نعم، واضح واضح كرت الأصفر يأتي. حسين علي، علي حسن سعيد، والإنذار يأتي على راضي العتيبي. إنذار على راضي العتيبي في الدقيقة 102 من المباراة، أقرب لحارس المرمى روداك سلوفاكي. يخلص فرحتهم. نعم نعم، ينهي العماني عمر اليعقوبي المباراة بفوز 3-1 الاتفاق السعودي على شقيقه الرفاع البحريني. وأقدر أقول أن الاتفاق حول الخسارة من هدف إلى فوز بثلاث أهداف مقابل هدف وحيد. مبروك أول ثلاث نقاط الاتفاق السعودي، هارد لك الرفاع البحريني، أول ثلاث نقاط الاتفاق في هذه المجموعة اللي أيضا تضم العربي القطري و الاتفاق السعودي، القادسية الكويتي، الرفاع البحريني. على الخير والمحبة التقينا، على الخير والمحبة ودعكم دائما حامد كميل. الميكروفون يتجه للدكتور عبد الله الأنصاري وضيوفه الأعزاء. شكرا للزميل حامد كميل. إذن مشاهدينا الكرام، بثلاثية على أرضه وأمام أعين جماهيره، فريق الاتفاق السعودي صعد إلى صدارة المجموعة الثانية بعد فوزه على الرفاع البحريني بثلاث أهداف مقابل هدف. جود لك لفريق الاتفاق، هارد لك لفريق الرفاع. مباراة جميلة بين الفريقين شاهدناها، شهدت أربع أهداف، بدايتها كانت عن طريق الضيوف بهذه التسديدة القوية من فينيسيوس سانتوس بالدقيقة 41 من زمن شوط المباراة الأول. أصحاب الأرض عادوا إلى مرمى الضيوف بعد دقيقتين عن طريق إيكامبي. إيكامبي تسديدة أخرى قوية سكنت شباك فريق الرفاع البحرين، لينتهي شوط المباراة الأول بهدف لهدف. أصحاب الأرض سجلوا الهدف الثاني بالدقيقة 48 وبنفس اللاعب إيكامبي، هذا النجم اللي سبق ومثل أندية عالمية أبرزها ليون، فياريال، ورين الفرنسي. آخر أهداف المباراة كانت عن طريق الهولندي المتألق فينالدوم. فينالدوم سجل الهدف الثالث لفريقه لتنتهي المباراة بثلاثية للاتفاق مقابل البحرين. برغم هذه النتيجة لكن الاتفاق سيطر على المباراة، لكن الرفاع ما كان سيء. لا، الرفاع قدم مباراة كبيرة. المباراة بشكل عام جميل، كان فيها تنافس كبير وكان فيها حدية، وكان ممكن الرفاع يصل إلى التعادل في أكثر من موقف، ولكن تبقى الفروقات الفردية هي اللي أعطت نادي الاتفاق هذا الانتصار، وخصوصا انهم يلعبون على ارضهم بين جماهيرهم، بالاضافه الى خبره المدرب اللي قامت وعملت على انه يقرا المباراه بشكل جيد. لاحظ انه ما بدل بشكل سريع، اعطى فرصه للاعبين الموجودين او متواجدين في ارض الملعب انه يثبتون قدرتهم في بدايه الشوط الثاني، وفعلا
تقدموا في الشوط الثاني بشكل سريع، واستمرت المباراة بأفضلية نسبية لفريق الاتفاق. جودة الاتفاق بينت الشوط الثاني علي. صحيح، والواضح عبد الله متى ما استشعر الفريق خطورة الرفاع تشوف حالة التركيز ترتفع وتشوف الفريق يرجع للمباراة بشكل أفضل. لكن يعني صراحة الرفاع قدم مباراة كبيرة، قدم مباراة ممتازة على مستوى الالتحامات، صراعات ثنائية، قدرة الفريق على التحولات، لكن قدر الاتفاق بخبرة النجوم يسير المباراة بالاتجاه اللي يبيه. بعد ما شفنا أمس مباريات الجولة الأولى للمجموعة الأولى وشفنا اليوم مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، أعتقد أن فرق المجموعة الثانية أفضل نسبيا من المجموعة الأولى وأكثر تنافسية أيضا. يعني في تقارب بالمستويات، راح نشوف مباريات جميلة، راح نشوف تكافؤ في فرص الفوز في المباراة. يمكن هناك أفضلية نسبية لنادي الاتفاق، ولكن بشكل عام هذه مجموعة بالتحديد احنا لما نتكلم عن فريقنا، فريق ممثلنا في هذه البطولة، راح يستفيد بشكل كبير من هذه البطولة. رأيك علي بالمجموعة الثانية والمباريات اللي شفتها اليوم؟ شوف، وفق التوقعات كنت اعتقد ان المنتخب او عفوا نادي القادسية والرفاع يظهرون بصورة اقل من اللي شفناه وفق التوقعات، لكن صراحة قدموا نفسهم بشكل ممتاز، راح يعطونك مؤشر ان باقي مباريات المجموعة بتكون فيها تنافس عالي، وبالتأكيد بالتوفيق لنادي القادسية، لأن المباراة هذه عبد الله كان أقرب نادي القادسية أنه يأخذها كاملة، الأهم أنه يأخذ الثقة منها كاملة للمباريات القادمة. خلونا نذكر مشاهدينا الكرام بعد نهاية الجولة الأولى للمجموعة الثانية بنتائج مباريات اليوم. تعادل فريق العربي القطري والقادسية الكويتي بهدف لهدف، فوز الاتفاق السعودي بثلاث أهداف مقابل هدف لفريق الرفاع البحريني. الترتيب، ترتيب المجموعة الثانية بعد نهاية هذه الجولة، فريق الاتفاق على صدارة هذه المجموعة بثلاث نقاط، القادسية بالمركز الثاني بنقطة، والعربي القطري بالمركز الثالث بنقطة، والرفاع البحريني بالمركز الرابع دون رصيد من النقاط. منافسات الجولة القادمة، الجولة الثانية للمجموعة الثانية وأيضا المجموعة الأولى، راح تكون بتاريخ 5/11 بالنسبة للمجموعة الثانية. القادسية الكويتي راح يواجه أو راح يستضيف الاتفاق السعودي تاريخ 5/11 على استاد محمد الحمد بنادي القادسية. فريق الرفاع البحريني راح يستضيف فريق العربي القطري على استاد مدينة خليفة الرياضي. بالنسبة للمجموعة الأولى بعدها بيوم راح تكون المباريات، وتحديدا تاريخ 6/11 لقائين، أهلي صنعاء راح يواجه النصر الإماراتي باستاد لدحيل، وفريق ظفار العماني راح يواجه فريق دهوك العراقي على مجمع السعادة. بكذي وصلنا مشاهدينا الكرام لختام تغطيتنا لهذا اليوم. كابتن عادل المشري شكرا لك، كابتن علي العلاوي شكرا لك، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، على أمل نلتقي فيكم إن شاء الله في منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال الخليج العربي. لذلك الحين نلتقيكم في أمان الله.